تخيل شو تكنولوجيا الله انت خيمات ستار شو بعمل لك مرحبا شباب حدا سمع شيء على اخبار خبر عاجل حطوا هيدي ريموت فيك تتحكم فيها بكل شيء بدك اياه مش بس يا خي بده يقنعنا انه ريموت كنترول حبيبي اعمل لك يا خي بقاش تقول لي حبيبي بده يقنعنا في تحرك بدك يشبك تاكل نقي شيء خي نقي شيء يا خي حيلا شيء بدي اقنعك ايه حيلا شيء هالكرتونه اقلب لي اياها خي خلص بقى وعا خي شو قال لي هلا طيارة الهواء يا خي شو خي عم حتهبلني يا زلمة على العالم خي حبي نقل بدك ايه هيدا الزلمة هيدا الزلمة ما تأشر خي اول شي ما تأشر هيدا الشاب اللي عم يدخن عم يدخن خليه يصعد لبل السيجارة بابا خليه يصعد عم اول شي خلص يا خي حتهبلني عمل لك هيدي ممنوعة بلبنان يعني عاملين عم اول شي تاني شو بدك خليه يستفرغ طيب عرضك لا شوي 10 ثواني بس بدك لا عليه عليه طب عليه شو بدك لا انا خبطت لك سيجاره يا خي تكنولوجيا المانيه هيدي جديده يا خي حش بعمل لك تكنولوجيا شو بعمل لك هلا تصدق ما بعرف عمل لي حيلا شي حرك لي شي خي حرك لي الكرتون اللي هونيك وقع لي على الارض لحد العمود هي شفت؟ في بتزبط على العالم شاب لي وراك الأسود شفته؟ اللي عم بدخن؟ خليه يصعد خلص بقى خليه يستفرغ بس طلع نفسك شوي ما كثير ما بيسوى أصلا الليزر شوي طلع نفسك لا اشرح لك بس كيف تشتغل وهيك خلص ما تشرح لي شيء بدي فرجيك يا زلمه شو بعد لا شو بعد لو عم مزح بيز بمزح معك عم نصور كاميرا خفيه ام تي في لا والله بعد ما اخترعوا منه شو بدك كرتوني لحد حد البراد وقع طلع خلص بقى يا زلمه تعال عالم تزبط على العالم خلي بتاعت الزبالة خلي الجنيه توقع كده لا هيدا البلاستيك ما بتزبط بلاستيك ما نشوف خليه يستفرغ